هذا كان قبل قليل هذه التصريحات. طيب. لا نريد حربا أوسع في الشرق الأوسط، هذا شيء لا نريده. طيب، يعني هذا كان قبل قليل، وهذا الذي تتابعونه هو الذي أعلن عنه في عواجل قبل قليل، فيما يتعلق بأنه أولا هو درس بشكل دقيق الطبيعة التي سيرد بها على مقتل الجنود الثلاثة في القاعدة 22 في الأردن، ولكنه قال لا يمكن أن نوسع أو لا نريد أن يتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وعلقنا وقتها بالمقارنة ما بين التصريحين أنه إن تم الرد سيتكون أمام ضربات خاطفة وليس تواجد يتبعه وجود في مكان ما، وجود أمريكي في مكان ما.